تحية لكل مشاهدي نشرة آخر الأخبار. بكواليس أوبريت بالعاصمة أبوظبي أكيد التقينا الفنانة القديرة نوال الكويتية وحسين الجسمي لأنه اجتمعوا أكيد بأوبريت واحد. مسا الخير والهنا لإلك نوال. أهلا وسهلا فيكي. أول شيء بدي أقول لك الزهر كثير حلو عليكي. ثانك يو. تسلمين. وهاي حسين. هاي هلين يا مرحب. شو أخبارك؟ تمام الحمد لله. ست نوال بنحب نعرف من حضرتك عن الأوبريت اللي عم بتقدميه اليوم مع حسين الجسمي، شو بتحب تخبرينا عنه؟ أول شيء أنا مبسوطة إني أغني مع حسين أول مرة. وأنا أكثر. يعني أنا من الناس اللي معجبين فيه. كذا دويتو اليوم سوينا. بس فعلا مو عشان إحنا مغنيين، الأوبريت جميل. متلحن حلو، مكتوب وايد حلو. إحنا توفقنا فيه بالغنى الحمد لله أنا معاه. وطبعا أكيد سعيدة متشرفة إني أنا أشارك أول مرة في أبوظبي في مثل هذه المناسبة. حسين شو ممكن تخبرنا عن الأوبريتات اللي عم بتقدمها هالفترة الإمارات؟ عن الأوبريتات اللي أنا شاركت فيها طبعا كواجب وطني إني أكون موجود أكيد، وأنا أشكرهم إنهم اختاروني كذلك، وأشكرهم إني خلوني أغني مع الفنانين، مع نوال، مع الفنانين غنيت معهم الأوبريت اللي فات. احنا نقدم شيء بسيط هذا اذا حبينا نقدمه للشيخ خليفه وغرس للشيخ زايد الله يرحمه، فاشوف انه خطوه جميله، هو مشاركه حلوه شرفتني انا ونوال ان اكون مع نوال في الاوبريت، انبسطنا فيها كثير والحين ان شاء الله نطلع على المسرح. كنت بدي أسألك عن تحضيراتك هلأ من بعد الأوبريت، شو في عندك؟ الحين احتمال أصور كليبين احتمال بعدي، بس لازم أتفق مع المخرجين إني لازم، لأن عشان عيوني فلازم أصور أوقات معينة ووقت معين وعدد ساعات معينة، بس ودي فعلا ودي إني أنا أصور. ما في شيء جديد، قاعدة نحضر الألبوم، يعني بلشنا سجلنا بعض الأغاني ومتابعين ان شاء الله نكمل باجي. شو مضمون الاغاني اللي صورتي اللي سجلتيهم؟ ايقاعاتهم شو؟ الحانهم شو؟ لا الوان جديده علي، الوان جديده علي يعني، وفي ملحنين اول مره اشتغل معاهم طبعا ما راح اقول اكيد كالعاده. خليها مفاجاه. ست نوال بدي اسالك قد ايه بتحسي حالك لما تكوني باوبريت اكثر من مطرب؟ لازم يكون في تقارب بينك وبين الفنان اللي راح يكون معاكي بالاوبريت او مو شرط؟ هو لازم، انا بالنسبه لي احب الشغل يكون فيه حب وصداقه، بس احيانا يعني تعرفين فنانين زملاء يعني في بينك بينهم الود العادي، بس ما في ذيك العلاقه، بس اذا اصوات حلوه اكيد لا ما يمنع. وعن حسون هذا حبيب الكل، انبسطت ان انا معاه بس بالذات لان هذا يعطينا افكار جديده نسويها بعدين شغل مع بعض ان شاء الله. في شغل جديد مع ست نوال؟ أكيد أنا ودي وأتشرف طبعاً، بس الحين ما في شيء، بس أتمنى يكون في شيء إن شاء الله بعد الأوبريت. أول شيء وثاني شيء وآخر شيء بننبسط كثير بس نشوفك حسين عن جد، وموفق يا ربي بالأوبريت. ولحضرتك كمان ست نوال، بس قبل ما تحكي لنا باي باي شو الأغنية اللي بدك تصوريها؟ بدي أصور طمن قلبك، واحتمال كبير أصور في البداية يعني لحد الآن ما حددنا وين، بس لازم أصور أغنيتين إن شاء الله. إن شاء الله. صرت المخرج أو لأ؟ لا لسه، يعني في واحدة من الأغاني بتكون حق ميرنا أكيد. مع ميرنا إن شاء الله. بدنا أقول لك شكرا كثير لك، موفقة بالأوبريت. شو تحب توجهي كلمة لجمهورك؟ أبدا يعني جمهوري حبيبي دايم، أتمنى أني أكون دايم عند حسن ظنهم، إن شاء الله يعجبهم هذا الأوبريت. يعني أنا كثير 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 عاجبني، مو مجاملة، مبسوطة فيه كثير. وبس الشكر كل الشكر لكم حبيبتي، لأنك على طول مشكورة، لأنك على طول تكوني معانا موجودة، فهذا مجهود نشكرش عليه. مشكورة. شكرا. مشكورة حبيبتي. أوبريت غرس زايد بصوت حسين الجسمي والفنانة الكويتية نوال أكيد تابعتوه من خلال نشرة آخر الأخبار من العاصمة أبوظبي. ديما سامي، تلفزيون روتانا، آخر الأخبار.